السلام وكان عليكم، المفروض تكمل على طول. ازيكم؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب الحمد كلكم لله تكونوا في خير. احنا هو دلوقتي في العتبة، طبعا رايحين في هقول لك حتة حاجه، اسمها انت بين هتنزل السورين عند الحته دي نشتري من هتروح محلات جبن وحاجات. لما نروح هنوريها لكم، بس هنوريكم شوية واحنا ماشيين. لما تيجي بقى تبص على طلب وتبص نافيجيشن هتظهر لك هنا. طب لو عايز الغي بقى ده دي بقى العتبة، فيها الكشري بس كده. الحاجات الإلكترونية، تليفونات وجرابات وسكرينات، حاجات زي كده، ليه؟ عشان والستاند بتاع مش التليفون. انا يبقى اقعد مع العربية كده ساعة. فاكرة الراجل اللي كان بيبيع الحاجات باتنين جنيه ونص، اللي هي الفيش والحاجات الصغيرة دي، دلوقتي بقى خلاص بخمستاشر انا مش جنيه محتاج تعمل حاجة، مجرد ما تحط الفيشة بتقولي لي انا؟ جايب يا الصورة اللي انا قلتها لك انا تبص عليها معرفوش. كله اشتغل. بيبيع الدبابيس وبيبيع البنس وحاجات زي كده. الدبابيس بتاعت كمان لما الطرحة وقعت بقت التليفون بخمستاشر. اصلا هي محتاجة البت صباح واخدة مني واحد، اروح اخده منها. انت فرق كبير جدا يعني. الواحد اليتيم اللي معايا، وانا ما كنت سارقاه من عاي منك. اما لو هو معاك تليفون اسرع، هو عامل زي شفت تليفوني بقى؟ كده. انا تليفوني شفت كان عامل ازاي؟ ف ده في عبايات وجلاليب اهي. مش اللي انت بتقول عليه، في ورد كمان. فاكرة دخلت على الحاجات مش هدوم وكده، بطاطينة اهي شكلها حلو، وفي مسك للعطور. في فساتين هنا، احنا نزلنا من العربية. ايه دول؟ شكلهم كيوت اللي بيلمعوا. في طرح اهو، انا لا زي انتم شايفين اهو، انا بفرق ولا شوية حاجات وانا ماشية جلاليب اهي. في بناطيل جينز مية وعشرة مية وعشرة. في اهو الجلاليب، ماما هناك بتنقي في حاجات هناك. بصوا بقى الباصات والحاجات دي شكلها حلو، الكوبايات. هنا في بقى الأجهزة بتاعت الشعر والكهرباء وكده. دول بتوع البخور. دخلنا حارة كده، نعم، فيها عبايات 155، فيها حاجات كتير يعني، في بيجامات كمان وهدوم للأطفال. عالية يا فتاة وعالية يا فتاة. في وات اهي وحاجات للعرايس، للسراير. دي العبايات السورية اهي. عالية كام؟ مش هنشتري دلوقتي. 300. دول شكلهم احلى. ترى حياتها
وجنبيه معرفش ايه كده. احنا وصلنا اهو للمحلات اللي بتبيع الجبن والترشي والحاجات دي، بس انتم شايفين الدنيا زحمه قوي هنا، في البسترمايه متعلقه فوق وفي كذا محل تحت هناك، يعني اتنين او تلاته كمان تحت هناك. انتم شايفين اهو الترشي هنا، فهنشوف احنا هنجيب ايه. عاوزين نجيب جبن يعني وترشي وبسترما وحاجات كتير كده يعني عايزين نجيبها. فهنا بيبقى السعر حلو وبنجيب يعني كمية كبيرة، عشان طبعا ما بنجيش هنا كل يوم، بس لو كان علينا كنا جينا كل يوم. كيلو الرومي السوبر ده 130. هما ثلاث محلات، المحل دوت عنده الموتزاريلا ب 40 والجبنة الرومي ب 105 والبسترما ب 115. فاحنا هنجيب من هنا، هنخش هنا نجيب، بس هو زحمة برضو هنا، كل الأماكن زحمة بصراحة زي انتم شايفين. ايوه بصور المحل، شايفني بصور ايه يعني. احنا خلاص عملنا كل الشوبينج اللي احنا محتاجين نعمله او اللي احنا قادرين نعمله، عشان احنا ممكن نعمل تاني يعني، بس احنا مش قادرين. واقفين قدام بتاع الترشي، جبنا منه ترشي، بس الناس هنا مش عايزين نصور فمش هنصورهم يعني. ودي اهي شويه الحاجات اللي احنا جايبينهم، هنعمل لكم فيديو مشترياتي لما نروح مع شوية اللي هناك دول. وفي واحدة شكلها قوطة خالص هنا، مش قادرة خالص. مكياج طبيعي، بلاش طبيعي، روجوجو طبيعي كده. بقى مصنين العربية عشان نروح، نروح على البيت، فبنفرقوا على على الأسادنا. ودي تركب بيوتوبيس ليه؟ انا بقول بيروح فين؟ مصافره رايق اهو. كنا ركبناه ده عشان بدل الوقفه ما احنا واقفين مش قادرين. اهو دي على الكرسي، اهو دي على الارض قصدي. بس الكلاب فين؟ الكلاب ما اعرفش، هتلاقيهم في اي حته وانت ماشيه. يعني مش لاقي حاجه. امي قعدت على الرصيف عشان كانت تعبانه، فلما قعدت راحت شافت الراجل اللي بيبيع الشامبو، فقلنا نجيب نشتري شامبو. ليف مغربي. ايوه ليف مغربي. فجبنا شامبو وبلسم وشاور جل. عندهم زيت برضو للشعر وحاجات كتير يعني، بس ده اللي احنا جبناه من هنا. احنا كده ركبنا اخيرا بعد نص ساعة، اوبر ما جاش، فاضطرينا نركب تاكس ورايحين على البيت اهو زي انتم شايفين. نعتبر خلاص خلصنا العتبة. اوبر بيعمل 28 هديك 30. لا والله حضرتك صايمة. امال ترى بكام؟ ازيكم وحشتوني. انا عارف ان انا بقالي كتير ما بظهرش، عارف ان انتوا طلبتوني. انا عارف ان انا بقول لكم في اخر الفيديو، بس انا عندي حاجات كتير قوي اقولها لكم وعندي حاجات كتير احكيها لكم. بقالي 5 ايام هنا، 5 ايام دول فيهم كلام كتير هنعمله في فيديو تاني، فيهم عجب العجائب زي ما هو.